السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم طيبين يا اخوان. ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم مبين عن تيتش، يعني والله تيتش من الشخصيات انا اللي اعشقها، وانا يعني بالانمي من محبين لتيتش. استناه لما ينزل تيتش ابو الفاكهتين. ما بطول عليكم في المقدمة يا اخوان، النسب قدامكم مبينة: 1809 اتش بي، 1064 اتاك، 1104 ديفنس. الميداليات اعطيه 6 كايدو، كايدو الاخضر وكايدو المدافع عشان زياده دمج في قلب عالمي، وميداليه كينج يعني كلها ميداليه كايدو الاخضر وكايدو وعفوا وكينج الايفنت بترجع سكيل 1. الدعم يا اخوان 1000 وين اللي 1000؟ ايش فيك تهبد؟ 173.7. التاجات اتاكر، استروهات، باراميسيا، كابتن، نيو وورد، الجيل الاسود، ديفندر، رانر، وتاج تشيبوكاي. وين رحنا على كيد؟ كيد الى مقطع يا اخوان جيم بلاي في القناه، ان شاء الله بفكر. اكتبوا لنا في التعليقات، والله يعني الميت الصعبه شوي، بس اكتبوا لنا وننزل لكم جيوم بلاي. جيوم بلاي الا يجي احد يعلق في مقطع جيوم بلاي، شو ننزل لكم جيم بلاي في القناه. مشكورين سلف يا اخوان على 8000 مشترك، الله يك ربي يسعدكم ويرعاكم ويحفظكم من كل شر يا رب. والله انكم كفو ما تقصروا، ان شاء الله احنا ما نقصر معاكم. على العموم يا اخوان لا تنسوا اللايك والاشتراك وتعليق حلو مثلكم، هذا الشيء جدا يحفزنا، ونشوفكم في اول جيم بلاي. رجعت لكم يا اخوان في الجيم الاول في تيم 2 لوفي وبوهانكوك. طبعا ما صورت هذا الجيم، ايش اللي صار؟ اني كنت بفكر نفسي عم اصور وكذا وعم اسجل، واخر شيء اشوف يا الله ما في صوت، طلع مو مشغل المايك وانا اصور. ما في مشكله، هنا انا بروح النص، اتوقع وقتها بيموت شو اسمه هذا اللي من جزيره السماء، الله اسمع راس لساني. حتى البيج مام هنا بجلدها نوعا ما، بس شو الكهرباء والعم زورو تدخل بالفايت، بشيلوا العلم وبعدها بندلعها تدليع. طبعا ماتت، سرق الكل لوفي وزورو، يعني لو بترك الالي لوفي كان افضل بدمجه نوعا ما، ليته هنا دمجه لان انا احمر وزورو احمر فبنقدر لبعض. ايش اسمه؟ اه وايبر، هذا اسمه مو وايبر، ايه اذا الله ما خيبني وايبر. مهم تيمي شغال نوعا ما صح. هنا ما بلعنا نكباك، ما ادري ايش على الحظ السيء. ما في مشكلة، خلنا بنشوف لاعب كينج خلص مصمم. هاي الشخصيات، هلا انت كرنر ليش جاي النص؟ عمره يروح النص، روح شيل عالم ثاني بترجع النتيجة هي هي. ما جاي النص ما ادري والله ليش، وجا ومات ما ادري، رجع خلص يعني حاب يموت يرجع بالبيج مام. هذا يقول اتاك بوس، مدري ايش الطبخة عنده، ايش اتاك بوس الله يعلم. راح كايدو انتقل، كايدو وين انتقل؟ بس هذا وايبر رجع والبيج مام من ورا سناولتنا. سكيل بس ما تفعل عندي اللي هي النسب تبعه، انه يجيني لما اقع في علمي نقبات يجيني زيادة اتاك، ما تفعلت وكتلنا العم وايبر. تاولنا في سكيل تيم بوست على العالم. هنا برجع في تيتش وتيمي مسيطر كفو يعني على التيم، شالوا النص بس هلا بتوقع بنرجع بنسترجع. يوب استرجعناه. هنا اجا كايدو ببلعني انتاي هيل، ما ادري ليش بعد ما اكل سكيل ببلعني انتاي هيل، يعني هو لازم كمان طايح في الارض بلعني عادي، الامور طيبه انه يبلع انتاي هيل. ويلكم تو بونتي رش، ام الجليتشات وام ال 100 جوي بوي في الجيم، تلاقي سبحان الله 100 حرفيا. هنا من لوفي بيموت طبعا، بقتله اتوقع. يوب ايه مات لوفي. والله تيتش قوي بس ما يأدي، يعني تتمتع فيه انزل استمتع فيه اوكي، اما انه يأدي والله يشيل لك جيم صعب نوعا ما. هنا كانت النية شكلي اسرق الكل، ايه بس لم تزبط معنا. شوفوا هلا الدمج على لاو، دمج على لاو كان جدا رهيب، يعني بدون سكلات ولا شيء. شوف الدمج 3000 4000 و2000 انشال كل دمه. كفو على تيمي ما قصروا والله، شغالين صح. جي جي لتيمي وللتيم اللي ضده، يكفوا رقم 4 ما قصرت. خلينا نشوف ايش انجزنا في هذا الجيم.
أربعة كلبي علم واحد نوعا ما ممتاز، ونروح لكم مع الجيم الثاني. ورجعت لكم يا اخوان في الجيم بلاي الثاني في ثيمي كينج، واثنين لوفي، اثنين لوفي لابد يعني تلعب مستحيل اذا لعبت بجيم ما في 100 لوفي ما يمشي الحال، ضدي كمان اثنين لوفي سانجي ولاو. انا بنشوف، انا بروح طبعا للنص لان اكيد لاعب كينج حسب التوقعات والتنبؤات بيقولوا انه راح يروح النص لازم. ها هيك راح تروح النص من هنا، خلاص كنت بشيلك على ظهري يا عزيزي وبنروح النص في القارب. شو وضع الجلتشات؟ لك روح روح كفو كفو لاعب لوفي. كامي ناري ياخذ الزجاجين، حلو هذا المطلوب. حلوين حلو ليش خربت علي؟ قاعد لازم اطلع له من فوق واسحبه، شفت هيك لازم تسحبه بتروح وبتشيل وين؟ علم البي تيتش بتشيل علم. شفتوا غباء اللوفيات اللي مع هذا العلم هذا ينشال؟ كونكت ستيبل عشان هيك ما بده ينشال. روح روح في حضرة العم تيتش. هلا هذا رقم سبعة ايه مو بيرفكت هذا اكيد، مو بيرفكت لا ليش كونكت اون ستيبل. انا يا اخوان تجيني بوقت غلط، كيف تجيني كونكت اون ستيبل انه انا اكون شايل علم في علم الخصم وعامل عليه بيرفكت وجايتي ينبوس ليك هلا ثلاث ابراج؟ ليش لما انا كنت في العلم وثلاث ابراج؟ ها ليش؟ ليش؟ ما اعطوني سبب مقنع. شفتوا انتو ارجعوا شوي في المقطع لما تشوفوه بتشوفوني انا كنت في قلب علمهم ثلاث ابراج، عفوا كونكت اون ستيبل. حاليا اروح للعلم يمكن اوصل ابلع كونكت مره ثانيه. انا بروح للنص انا ابلع ابلع جي جي. هذا اللي انجزناه في هذا الجيم. والله حرام انا اموت كنت هناك للأمانة، والله حرام اموت. كفو عليك يا بوشايه، ما ادري شو هو الشاب من عندنا من الكلان من الطاقم. على العموم يا اخوان هذا اللي انجزناه في الجيم الثاني، خمسة كل نوعا ما ممتاز يعني كتيتش. وحاليا في الميتا هاي اللي ضدي مثلا مثل لاعب لاو يبلعني انتاي هيل و وكذا وكهرباء، انجاز خمسة كل جدا ممتاز. ما ادري حمودي شو كان يسوي معانا اللي في الجيم على العموم ونروح لكم مع الجيم الثالث واللي هو الاخير. قلت لكم يا اخوان في الجيم الثالث واللي هو الاخير في تيمي كايدو، بس انا شايف كايدو في تيمي لان انك تنزل لاعب البيج مام يا اخي. ارجع واقول انا عم اصور جيم بلاي، لو ما عم اصور نزلت كينج انت ايش معنى ما تنزل يا اخي؟ تغير شغله هي عناد مثلا انه خلاص والله ما اغير اذا انت ما غيرت، يلعن اسلوبكم المقرف يا شيخ. تعال تترك علي خلاص روح.
خليه يلي خليه يلي. شوف شوف اللاج. تعال 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 انقلع يا شيخ تعال. ايه كامينامي كله كامينامي، الله يلعنكم ويلعن كامينامي ولأم الساعة اللي نزلتوا فيها كامينامي. اه علم ما راح تجي. ما اقدر ترى لحالي، ها ما اقدر ما اقدر. ما اقدر بس حاولنا يعني نعبي هذا العلم. العلم انا بدي مساعد يعني، تيتش لا يعتمد عليه. اه ما يعتمد على تيتش، ما اقدر يا اخوان، ما شو اسوي؟ انا تيتش ابلع نكباك برا العلم، وحاليا الميتا كلها تجلدني. ما في مشكله بننزل بركي لعل وعسى اعوض التيم. شو وضعه هذا ما مات؟ انا نشيل هذا العلم ان شاء الله. تيم اذا شال العلم فزنا، ما شاء العلم ما فزنا. ما شلت علم خلاص يا اخوي، ما بتفوز. ما شلت علم انت وياه شو نسوي؟ ليش جود جيم وانت حمار من بدايه الجيم؟ ما في مشكله يا اخوان، على العموم جي جيز. خلينا نشوف ايش انجزنا في هذا الجيم. كذلك الامر يعني، انجز اكثر شيء في الجيم بتيتش، عبيت النص، جاني لوفي وبيج مام جلدوني جلد، رحت لهذاك العالم بعبيه، اجاني البيج مام وكيد كمان جلدوني جلد. الميتا حاليا ما يقدر يعني بلاك بيرد. فوق كل هذا شوف مثلا عندكم مثل هذا يا اخي، انت لازم حارق الجيم حارقه. اوكي ما اختلفنا، كم دعمك؟ 145. ترى عندك 2 اي اكس، ان شاء الله يكون دعمك 10. عندك حاليا لوفي يا شيخ، خلينا نشوف فرانك مثلا. فرانك اللي ضدنا مستواه كمان يعني الرجال يمكن دعمه احسن من اللي معاي، بس هي لعب ما 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 اعرف كيف. على العموم يا اخوان، هاي الجيم بلاي لليوم اللي كان على تيتش معاناه في الليج، يعني حتى لو هلا حاليا اصور على لوفي راح اعاني في التيم اللي معاي. ما الغلط مو فيني، انتم مثل ما تشوفوا عدم مؤاخذه احنا مو اولاد اليوم في اللعبه، لا حتى يكون الغلط فيني. اعرف وافكر واعبي علم واروح احمي العلم الثاني، ان شاء الله العب شخصيه 3 نجوم، المهم اادي في الجيم على الاقل، اشيل علم يا شيخ، المهم انا اديت اشوف نفسي. ما في مشكله يا اخوان، هذا الاداء وهاي الجيم بلاي اللي على اليوم لتيتش. اتمنى لا تنسوا مثل ما قلت في المقدمه، لا تنسوا اللايك والاشتراك والتعليق حلو مثلكم، وهذا الشيء يحفزنا. واشكركم مره ثانيه سلفا على 8000 مشترك، ان شاء الله هيك نكون عند حسن ظنكم، والله يقدرنا نقدم لكم محتوى طيب. وقد ما بحاول بستمر في التنزيل، بس يا اخوان والله لها فتره الميتا الليج ما عم يسمح لي انزل ولا جيم بلاي، وانا ما احب انزل جيم بلاي الا ما اكون فيه فايز وام في بي ومبدع فيه. فهذا الشيء ما عم اقدر اسويه هالخطوات هالثلاث نقاط، لان الليج جدا يعني بعيد عنكم مقرف صاير. ما بطول عليكم يا اخوان، الله ربي يحفظكم يرعاكم برعاه، والسلام عليكم.